طبعا مها زي ما تعرف يمكن السنوات الأخيرة شفنا هبة الإعلان عن جنس المولود، فصرنا نشوف أفكار غريبة ومبالغ فيها في بعض الأحيان. في خبر جديد ومن البرازيل بالتحديد، زوجان يصبغان النهر باللون الأزرق للإعلان عن جنس مولودهما القادم. ليش إن شاء الله؟ أنا ما عجبني الخبر يا ريم، سوري. إحنا نعيش في كارثة بيئية. شكراً. كبيرة. قريتي أفكاري. طبعاً إحنا نتشارك، تعرف إحنا هذه الاهتمامات مشتركة يا مها. صراحة لا، يعني مو لهالدرجة. أوكي أفهم تحتفلون في البيت، أفهم كيكة، أفهم بلونات، أفهم يعني. مع أنه حتى البلونات يعني أنا يمكن شوي عندي تحفظ في البلونات اللي يطلقونها في الهواء الطلق، خلنا نقول، لأنه في النهاية حتنزل في مكان ما أو في بحر، في جبل، طيور، أيا كان. فنرجع نقول راح تضر البيئة. انبسطوا، احتفلوا بمولودكم، ما عندي مشكلة، بس ما له دخل النهر وش سوى لكم. أنا قاعدة يعني أديهم مثلا عذر، أقول يمكن هذه مياه صناعية عندهم في البيت، بحيرة على شكل شلال. لا مو شكلها، لا اللي أنا شفتها في الفيديو، إذا كان هذا النهر اللي هم مستخدمينه فعلا كان النهر لونه أزرق، أكيد حطوا فيه صبغة ولا حطوا. طب وش ذنب الأسماك اللي ساكنة فيه، الحيوانات، لو ما في أسماك، الحيوانات اللي تجي تشرب من هذا النهر، يعني الناس اللي تيجي تستمتع في هذا النهر، يعني أشياء كثير. الصراحة أنا عندي تحفظ، وإن شاء الله يعني يتحاسبون قانونيا، والله ما عجبني الموضوع أبدا. طيب خلينا ننتقل.